السلام عليكم، دلوقتي هنشوف ازاي نعمل ديزاين على الاوتو ديسك تنكركات. هقول له كرييت نيو ديزاين، هقول له مثلا عايز ارسم بوكس وهرسم مثلا سلندر. ممكن نخلي السلندر دي هول مفرغه، وممكن نغير في البيفل بتاعتها في السيجمنت زي ما احنا عايزين. ممكن تقول له مثلا عايزها الارتفاع بتاعها هيكبر، من هنا تقدر تغير الزاوية بتاعتها، وهنا برضو تقدر تخليها تتغير بالشكل دوت. طيب انا عايز اخلي الاتنين دول يتعملوا مع بعض محاذاة، فبعمل سيلكت على الاتنين واقول له انا عايز اعمل الاين، واختار بقى عايز اعمل الاين هنا فالاتنين يكون هنا او في النص او هنا مثلا هنا. طيب نلاحظ ان هما برضو محتاجين يتعمل لهم الاين لو احنا عايزين نخليهم الاتنين في نفس المكان، فهقول له خليهم الاتنين في نفس المكان. طيب ممكن اقول له ادمج لي او اعمل لي جروب للاتنين مع بعض فيعملهم بالشكل دوت. لو عملت سيلكت هتلاقي ان هما الاتنين بيجوا مع بعض، لو دوست مرتين هيبدأ يظهر ان العنصرين موجودين هنا. طيب انا دلوقتي عايز ابدأ اقيس، فهقول له رول وحدد بقى المكان اللي انت هتقيس منه، وليكن مثلا النقطة ديت. يبقى كده كل حاجة هتتناسب ليها. لو عملت سيلكت على العنصر دوت هيبدأ يقيس من النقطة دي لهنا. طب لو انا عندي مثلا العنصر ده دوت وعنصر تاني مثلا هنا، طيب ممكن اقول له بقى انا عايز المسطره مثلا هنا، فاي حاجه عملت عليها سيلكت بيبدا ينسبها ليها. بلاقي عندي هنا يوز ميد بوينت، يعني بدل ما هو عامل سيلكت على النقطه هنا في الاخر، لا ممكن اقول له لا خليها لي في الميد بوينت، فيبدا يجيب لي في الميد بوينت. لو انا عملت سيلكت هنا هيجيبها لي في الميد بوينت، فتقول له لا ده انا عايزها مثلا اهي هنا كده في الميد بوينت. تدوس تاني يبدا يجيبها لك من الاند بوينت، ودي تقدر تغير فيها، تخلي دي مثلا بدل ما هي 60 خليها مثلا ماينس 50، فيبدا ينقل العناصر زي ما انت شايف. طيب بعد كده ممكن تعمل امبورت للعنصر ده لو هو اس تي ال او اوبجكت او اس بي جي، اي عنصر تقدر تدخله معاك في قلب الشغل بتاعك، او تعمل اكسبورت او بي جي او اس تي ال او جي ال تي اف او ليزر كاتنج اس في جي، وتقدر تطبع على 3 دي برنت. في حاجات برضو حلوه قوي اسمها بلوكس، تبدا تشوف الاشكال اللي انت رسمتها على هيئه بلوكس بالشكل دوت، زي اسمها كرافت، في لعبه مشهوره بالشكل دوت، وتقدر تاخد العناصر من هنا وتدخلها على الميند كرافت. ممكن تشوفها مثلا بالشكل دوت، وتقدر تشوف البلوكات وتقدر تختار نوعها هيبقى ايه، وود مثلا بالشكل دوت. ممكن تشوفها بالشكل دوت، ممكن تخفي الجراوند او تظهره زي ما انت عايز. ممكن تقول له انا عايز اشوفها على هيد بريكس بالشكل دوت كانها مكعبات، تقدر تشوفها وهي بتتبني واحده ورا واحده. ممكن تشوفهم ليرات، ده اول لير، دي تاني لير، تالت لير، وهكذا بالشكل دوت. فالحاجة اللي انت بتصممها هنا، لو فرض ان انت مثلا جيت هنا وصممت اي شكل زي كده، طبعا تقدر تشوفهم بريسبكتيف او ارسو زي ما انت عايز. تقدر تحط تكست مثلا، ونقدر نقول له بقى ورهم لي في المكعبات تبقى عاملة ازاي بالشكل ده. طيب ممكن مثلا نعلم على دوت ونزود الارتفاع، بس هخليه سوليد. واقول له وريها لي، فيبدا يظهر معايا بالشكل ده.